اجينا شلون اجينا؟ اجينا ضرب فوقنا رصاص قذايف. هزمنا من تحت الموت، اللي جاي من تحت الموت شلون يعني؟ ضربوا شفنا شيء؟ نركض ركض لبرا، يا ربي بس نطلع. تغيرت علينا كثير الدنيا يا اخوي، والله تغيرنا والله واستوينا، والله استوينا، والله انتهينا. شربوا مي، شربوا مي. كبينا لباسنا، كبينا اكلنا، ما خلينا على حالنا شيء، كله كله كبينا، ندوس على المي، ندوس على الشوك ونمشي، والضرب فوقنا، فوقنا، ننام على الارض تحت، على الارض، على الارض ننام. لباس ما ظل، شيء ما ظل، لا وصلنا لتركيا. وضعنا شوادر، نطبخ على النار، حمامات ما في، اكل ما في، كهرباء ما في، يعني من كل شيء خيوش بدي احكي لك احكي لك، لباس حتى ما في، يا ربي والله ما عاد اريد شيء، روحي وبس، ابني وبس، ما عاد اريد شيء، ما والله ماني عايش تراني مثل الناس، لو الموت يتحوش متنا، بس خيو الروح غاليه، ظل الروح غاليه يعني، ايش من كان الروح ظل غاليه. غنار قاعدين على غنار المي، شايف الغنار المي الوسخه والدبان والكل شيء فوقنا ومتحملين، بس نضل طيبين. بس اريد لو ارجع على بلادي القى هادي مثل ما كنت اول عايش بي ومرتاح ومكيف، اروح والقى الضرب فوقي؟ لا ما اروح، ما اروح بالدنيا، اموت اطيب بتركيا وما ارجع على بلادي بضرب وحرب وخيو شيء شو اسولف.